إذا كان في رسالة يعني ورسالة كبيرة لما يحدث اليوم في ما يتعلق بالحالة الصحفية الفلسطينية، فهي أن الصحفي الفلسطيني هو صحفي مهني، صحفي حيادي بكل ما تعنيه الكلمة. وهنا الحيادية لا تعني المحاباة أو المساواة ما بين المجرم وما بين الضحية. الحالة الصحفية الفلسطينية حملت الحقيقة التي دحضت الرواية الاحتلالية. لا نتحدث عن روايتين، نتحدث عن حقيقة وعن رواية زائفة وكاذبة اعتادت منظومة الاحتلال لتسويقها في وسائل الإعلام التي تلف لف ولفيف هذا الاحتلال، وبالتالي دفع الصحفي الفلسطيني ثمن نقل هذه الحقيقة بهذا المنسوب الضخم من الاعتداءات ومن الجرائم التي وقعت باستشهاد 3 من زملائنا في العدوان الأخير على قطاع غزة، وأيضا عشرات الإصابات بالشظايا، وكذلك في القدس والضفة الغربية كان هنالك مئات الاعتداءات بالرصاص، بالقنابل الصوت، قنابل الغاز، بالاعتقال، بالاعتداء، بالضرب، بالهروات، بمصادرة، تحطيم معدات، بكل هذه يعني الوسائل من الاعتداءات، وهي لا تأتي قفزة في الهواء أو اجتهاد من جندي في الميدان، بل هي يعني بقرارات من أعلى مستوى سياسي في منظومة الاحتلال. الانتهاكات بحق الصحفيين مستمرة، والهدف واضح والكل يعلم فيها، هي لطمس الحقيقة الرواية الصحيحة الفلسطينية. طبعا في خلال الشهرين تم تعاطف العالم كلياته مع رسالة وقضية حيين من حي في القدس، حي الشيخ جراح وحي بطن الهوى، والهدف منه والأساس من هذا التعاطف الدولي اللي هي النشطاء السوشيال ميديا والصحافة عبر نقلها للصورة والكلمة للعالم. هذا ما جعل قضية فلسطين على الأولويات في المجالس الدولية، وأصبحت رسالة أعادت لها النفس من جديد. بالتالي عندنا 227 حالة.